نجريسكو الدجاج واحدة من أطيب أنواع المعكرونة اللي بتتحضر بالبشاميل مع الدجاج والخضار. تعالوا نشوف كيف طريقة تحضيرها. إحنا بحاجة لكمية كبيرة من المي على النار، تقريبا لترين. رح أضيف لها معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة زيت. عندي هون 300 جرام من معكرونة السباجيتي، بمسكها من فوق ومن تحت وبلف إيدي بعكس بعض بهالشكل، بعدين بحطها بوسط الطنجرة وبتركها مرة واحدة. هيك رح تيجي موزعة جوا الطنجرة وتبدأ تنزل لحالها بسرعة وبسهولة جوا الطنجرة. مجرد من غمرة المعكرونة مع المي بشوكة ببدأ أحركها بهالشكل حتى أتأكد إنه كلها انغمرت وفاكة عن بعضها مش ملزقة جوا المي. ورح أسلقها 5 دقايق، بعدين أصفيها وأغسلها بمي باردة وبتكون هيك جاهزة للتحضير. بعد ما سلقنا المعكرونة صفيناها وغسلناها وتركناها على جنب، بدنا نبدأ بتحضير الحشوة. عندي هون طنجرة على النار، رح أضيف فيها 4 أو 5 معالق كبيرة من زيت الزيتون. عندي حبة بصل واحدة كبيرة مفرومة مكعبات، 2 ثوم مهروس، وقرن فلفل أخضر حار. في حال كنتوا بتحبوا النكهة الحارة بتضيفوا، وإذا ما بتحبوا بتستغنوا عنه. رح أقلب البصل والثوم والفلفل مدة 2 دقيقة. مباشرة أخذوا تتبيلة خفيفة. هلأ أنا رح أضيف الدجاج، عندي 2 صدر دجاج قطعتهم لشرائح رفيعة. هون رح أقلب الدجاج لحد ما ينشف ويتغير لونه تماماً، بدي إياه يتحول للون أبيض. أبداً ما منضيف أي بهارات على الدجاج ولا اللحم أثناء التقلية إلا لما يتغير لونها تماماً. بحاجة 2 دقيقة كمان. لاحظوا كيف عم بتحول للون أبيض. مجرد ما يختفي معي الزهري ويصير كله أبيض نبدأ نضيف البهارات. طبعاً النار لازم تكون عالية والتحريك مستمر. هلأ بقدر أضيف البهارات. من كل نوع رح أضيف 1/2 معلقة صغيرة ملح، فلفل أسود، روزماري أو إكليل الجبل أو كمان نسميه خصلبان، هو اختياري. ممكن نضيف بداله الأوريغانو، ممكن نضيف كمان الريحان، وعندي هون كمان البابريكا الحلوة. وبقلب دقيقة التقليب للبهارات مع الدجاج حتى ياخد نكهة حلوة وتصير ريحته كتير طيبة. هلأ بنبدأ نضيف الخضار. عندي أنا هون حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحلو قطعت على مكعبات، حبة واحدة من الفلفل الحلو الأصفر كمان بنفس الطريقة، وحبة واحدة من الفلفل الأحمر الحلو مقطع بنفس الطريقة. آخر إشي رح أضيفه هو 1 كوب من الفطر مقطع لشرائح أو لأنصاف حسب ما بتحبوا. رح أقلبهم مع بعض مع الدجاج والبهارات اللي ضفتها. في حال حبيتوا تضيفوا أي نوع من البهارات اللي بتحبوا ممكن، كمان ممكن نضيف الكيجن، البهار العثماني، أي نوع إحنا بنحبه. رح أغطي طنجرتي وأتركهم على نار هادية لمدة 4 دقايق بس. رجعت هون لقطع الدجاج والخضار بعد مرور الوقت، ريحتها لذيذة جدا، الدجاج صار ناضج، الخضروات نص نضج لأنه أكيد ما أخذت نفس وقت الدجاج على النار، وأنا هيك بدي إياها. الحشوة عندي هون صارت جاهزة، رح أخذها وأرفعها على جنب ونبدأ بتحضير صوص البشاميل. حضرنا المعكرونة والدجاج مع الخضار، وهلا هون رح نحضر صوص البشاميل. أنا بحاجة لطنجرة على النار، رح أضيف فيها 5 معالق كبيرة من الزبدة. مع الزبدة دائما بحب أحط 2 كبار من الزيت النباتي، بمنعها أنها تنحرق. رح أبدأ هون أذوب الزبدة تماما. خلوها عيار ثابت دائما حتى تحصلوا على أنجح صوص بشاميل حضرتوه بحياتكم. أول إشي بنذوب الزبدة زي ما حكينا. كل 1 معلقة كبيرة من الزبدة بحاجة ل1 معلقة كبيرة من الطحين و1 كوب من الحليب البارد. والسر بصوص البشاميل الناجح انه الحليب يكون بارد. هون انا عندي 5 معالق كبيرة من الطحين لاني ضفت 5 معالق كبيرة زبدة. هلأ بقلب. الخليط اللي لازم نحصل عليه لما نضيف الطحين للزبدة لازم يكون رخو بهذا الشكل. اذا كان جاف وضل في كتل كبيرة من الطحين معناته كمية الزبدة قليلة، احنا بحاجة كمان مرة زيت او زبدة. بهالطريقة لازم يكون شكل القوام بالضبط. بحركه لمدة 1 أو 2 دقائق مش أكتر. مجرد ما يبدأ الطحين ياخد لون ذهبي تطلع معي ريحته الحلوة، بعرف إنه الطحين صار جاهز إنه نضيف الحليب. شوفوا كيف صار لون الطحين ذهبي. مثل ما حكينا 5 زبدة 5 طحين 5 أكواب حليب بارد. السر ببرودة الحليب. لو ضفنا حليب سخن رح يبدأ يعمل معي كتل. أنا هون ضفت الحليب البارد، بحرك بهالشكل. وهلأ رح أضيف البهارات قبل ما يبدأ عندي الصوص يجمد. رح أضيف 1/2 معلقة ملح، 1/2 معلقة فلفل أبيض، وإذا ما تواجد عندنا منضيف فلفل أسود بداله، وأقل من 1/4 معلقة صغيرة جوزة الطيب. في ناس ما بيحبوا يضيفوها، أكيد اختيارية.
وبالآخر معلقة كبيرة من بودرة مرق الدجاج، ممكن تستغنوا عنها بس كتير بيختلف طعم البشاميل بإضافتها. رح أقلب هاي المكونات باستمرار على نار متوسطة لحد ما يبدأ معي المزيج يصير كثيف ويتحول لبشاميل. أنا بس بدي الخليط يوصل عندي لمرحلة الغليان، يعني مجرد ما أشوف الفقاقيع الكبيرة عم تطلع على وجه صوص البشاميل هيك بنكون انتهينا من التحضير. شايفين كيف الفقاقيع الكبيرة؟ هيك صار الصوص جاهز، رح أرفعه عن النار وهيك مكونات الوصفة كلها جاهزة. بس رح نبدأ بالتطبيق. رح أوزع طبقة من صوص البشاميل الأول في قاعدة البايركس. هالطبقة هاي بتخلي المعكرونة عندي ما تنحرق وتكون كلها واصلها البشاميل حتى لتحت بآخر قاعدة الصينية. فوق طبقة البشاميل هاي اللي حطيتها رح أضيف نص كمية المعكرونة المسلوقة اللي سلقناها مع بعض. شوفوا بعد ما نغسلها بمي باردة كيف بتضل فاكة عن بعضها، ما بتلزق نهائيا. وأنا رح أخذ نص الكمية وأوزعها بالقالب، بفردها كتير منيح بإيدي. رح نضيف حشوة الدجاج والخضار كاملة. رح تكون معاي رخت شوي من السوائل وهذا الاشي ممتاز، أنا بدي إياه حتى تنطبخ كمان تكمل سوى المعكرونة مع الخضار والسوائل اللي طلعت من الخضار والدجاج. رح أضيف كامل كمية الحشوة وبوزعها كتير منيح وبغطي طبقة المعكرونة تماما. في إضافة بحب أضيفها للخضار اللي هي الزيتون الأسود، عندي هون نص كوب من الزيتون الأسود شرائح، ببدأ أضيفه فوق طبقة الدجاج بهالشكل. طبعا هو اختياري، لو حابين ما تضيفوا أكيد بتقدروا. وهلأ رح أضيف نص كوب من جبنة الموتزاريلا المبروشة وبوزعها كتير منيح كمان فوق الحشوة. رح أرجع هون باقي كمية المعكرونة على الوجه، بفردها كتير منيح، بحاول أني أغطي كمية الحشوة كاملة بالمعكرونة. وآخر إشي أكيد هو صوص البشاميل، أنا عبيته بوعاء زجاجي أسهل بس للتطبيق طبعا اختياري. ورح أبدأ أصب صوص البشاميل كامل في كل مكان وبحاول أوزعه كتير منيح. رح أوزع الصوص بهالشكل فوق الصينية كاملة. مباشرة فوتت صينيتي هون على الفرن المحمى مسبقا على الرف الأوسط، درجة الحرارة 180، ورح أتركها لمدة ربع ساعة. بعد مرور ربع ساعة شوفوا معي ما شاء الله هالشكل الحلو والريحة اللي بتاخذ العقل. عندي كمان مرة نص كوب من جبنة الموتزاريلا المبروشة، رح أبدأ أوزعها على الوجه. ما ضفت الجبنة من البداية لأنه الجبنة ممكن تنحرق بالفرن لما تضل مدة طويلة، أنا بس بدي إياها للتحمير. بديت أوزع الجبنة بهالشكل وبحاول أغطي كل الوجه، بوزعها هيك. وهلأ رح أرجعها على الفرن للمرة الثانية، بس هالمرة رح تكون للشوي فقط، يعني النار من فوق. هيك صارت عندي نجريسكو جاهزة أو معكرونة البشاميل مع الدجاج والخضار. لازم أتركها على طاولة المطبخ مدة 10 دقايق لربع ساعة قبل التقطيع، وهذا إشي ضروري جدا حتى يهدى البشاميل تتشرب المعكرونة وأقدر أقطعها على شكل قطع. وهلأ صار لازم ندوق طبقات غنية من المعكرونة بالبشاميل والخضار. بنصحكم بتجربة هالوصفة وبتمنى تعطونا رأيكم.